ختم مهرجان فبراير الكويت فعالياته بنجاح باهر، وبليلة شهد مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي جماعة النجم الكويتي نبيل شعيل بالنجم السعودي راشد الماجد، وأغاني أغاني كالعادة وكبتها الحفل وعادت بتقرير مفصل. بهالطريقة افتتح أبو شعيل الحفل، ولكن قبل كان التقى الصحفيين وتحدث أمامهم عن سعادته بالوقوف مرة جديدة أمام جمهور فبراير الكويت. والله كالعادة الجمهور هو المفاجأة حقيقة، احنا نيجي نسوي اللي علينا، وطبعا كالعادة اهتمام في هذا المهرجان لأنه أصبح مهرجان رسمي، وطبعا بناس أصبحوا مثل ما تقول وثقوا هذا البرنامج او هذا المهرجان، وهو روتانا بقياده العراب سالم الهندي، ومشكورين انهم اتاحوا لي الفرصه ان اكون التقي في جمهوري كل سنه بهذه الفخامه وبهذا الجو الراقي، الجو الجميل في هذا المكان المركز الحلو. وكالعاده ان شاء الله يعني انا احضر، لكن بالنهايه لما اطلع تختلف كل الموازين مع وجود الجمهور. يعني بلبل الخليج واثناء وقوفه الى جانب العراب سالم الهندي تحدث عن تحضيرات البومه الجديد اللي اصبح جاهز للطرح بالتعاون مع روتانا. ان شاء الله بعد الدوشه الحين احنا تدري الحفلات والعيد الوطني نخلص بس من هذا، اوعدكم العمل خالص، والعمل كان بجيبي بالتليفون قاعد اسمع الاخر التعديلات، وان شاء الله راح يكون الترتيب مع ان شاء الله روتانا استاذ سالم على ان شاء الله اول يعني 10 12 13 3 على المسرح. ابو شعيل نوع بين الاغاني الوطنيه والعاطفيه، فقدم برنامج مميز لحفله، وكالعاده الجمهور كان له الدور الاكبر برسم معالمه. بلبل الخليج وصلته بالوقت اللي كان وصل السندباد راشد الماجد للكواليس، وبعد صورة تذكارية مع أبو فواز اتحدث أمام الإعلاميين عن خصوصية هالليلة. أنا طبعا مشتاق الجمهور الكويت من 3 سنين عنهم، مشتاق لهم موت، وأكيد هم مشتاقين لي، وإن شاء الله في مجموعة أغاني ما غنيتها أنا من قبل على المسرح بنغنيها ونستمتع إن شاء الله مع بعض في الختام الجميل. ودائما هلا فبراير ما شاء الله يعني لي تاريخ أنا معاهم من سنين، وإن شاء الله تكمل الفرحة اليوم. حبيت أسلم عليك وأحفظ أخبارك وأذكرك بالغرام اللي تناسيته، وأعلمك إن باقي حافظ أسرارك، حفظت لك داخل عيوني وخفيت. أبو طلال تحدث عن علاقته بالسوشيال ميديا وبجمهوره. أنا في الفترة الأخيرة متواجد ما شاء الله، كنت شوية يعني شوية مقصر، والحين ما شاء الله معاكم أنا على السوشيال ميديا الله يسلمك، وبعدين ترى كثر الكلام أحيانا يورط. يلا مشكورين، شكرا ما قصرت. شكرا. مسك ختام فبراير كان بوصلة راقية قدم راشد على المسرح، ونوع خليله بأجمل أغنيته. الجمهور الكويتي عاش فرحة الأعياد الوطنية اللي بتصادف خلال شهر فبراير، فحضر ليالي وأمسيات راقية ورائعة سجلت عبر روتانا نجاح ضخم، على أمل تبقى الأعياد دايما عنوان عريض للكويت وأهلها، ويبقى السلام والأمن مخيمين على هالبلد وناسه.